صباح النور المتتبعين ديالي الغزلان. عيد مولد نبوي الشريف، بالصحة والسلام علينا كاملين وعلى جميع الأمة الإسلامية. يدخل علينا الله بجميع المتمنيات. خوتي خوتاتي المتتبعين ديالي الغزلان داخل المغرب وخارج المغرب، شي حوايج انا ما كنتش كنقولهم، انما ماشي تافهين، ولكن بعض الاحيان ما خصكش تقول كل شيء ولا تعاود كل شيء اللي تدير. ولكن بالنسبه لديك المصيبه ديال المانيا طاولت بزاف، لان شي حوايج هي ما عرفاهمش، شي حوايج كانت كتعرفهم لان كانت كتقول بانها تبنيه الملف ديال الطفله ايمان، وهي ما متبنيه لا ملف لا والو، لان ما عندها لا مؤازره لا والو، هي سمساره صافي. هادشي اللي كاين، غير خدات المحسنه من عند المعتقله مرات الاب ديال ايمان، دورت الوجه الثاني وراتهم الوجه الثاني، بحيث ولات كتخرج لها التسجيلات وكتصيفطهم لنا، فضحات لها كل شيء. ملفات كانوا عندها عامين وهي مرقداهم، اللي كانت كتصيفط لها زوجة الاب ديال الطفلتين، وكانوا عندها وبلا المحادثات اللي كانوا بينها وبينها كانت كتسجلهم. اللي ما عرفتيش هذيك السطه اللي جاي طال ديال المانيا اللي خبعتي عليك، ولكن راه في راسك كانت عقل النهار اللي قلت لك غندير طلب للسيد سي الحموشي الله يطول ليه العمر، وندير ليه طلب مقابله وغادي نمشي عنده. شنو قلتي لي انت؟ عندك تمشي ديريها ودودو، ما عنده ما يدير لك. سمعت لكش انا الهضره ديالك. درت طلب واستجب لي الطلب ديالي، وهزيت الملف انا كامل ديال الطفله ايمان، ديتولو لان زوجة الاب كانت كتخرج للقناه ديالها وكتهدد، ها انتم تشوفوا لما دخلتكم بواحد للحبس، وكانت قاده بهضرتها، ولكن هي كتدخلنا حنا، ماشي هي اللي غتدخل، حنا اللي كنا غندخلوا للحبس. غتلفق لك توهام، غدير لك بزاف د الحوايج كيف لفقات التوهام الاخرين بساكن، وكانوا غيمشيو في الباطل في الرجلين. هزيت انا الملف هذاك المكلخه يا واد راه مازال ما كتعرفيش نزها العلاوي. هزيت الملف انا كله ومشيت، بعد ما عيطوا لي انا درت طلب مقابله، عيطوا لي عاودت له الشده والفاده كل شيء، حتى على القاضي، حتى باش قلت لكم انا شوف ما عندكم مطنيطو مني، انا سمعتي عندكم مطنيطي مني، لا انت ولا دوك الحاسل كابا ولا دوك اللي باغين فيا الخدمه، انا اللي غندير فيكم الخدمه دابا، انا اللي غنتابعكم قضائيا. لكم هزيت الملف كله وطلعت عند السي الحموشي الله يطول ليه العمر، اي كلمه قلتها كنت كتكتب حرفيا حرفين. موراها جا الملف للولاية د الأمن، اليوم عاود استدعاوني، سمعوا ليا هذاك البقرة، هذاك الحيوانة اللي ما فراسك ما يتعاود، الطق والسكات لا كنزها، الطق والسكات. موراها عطا الله خيرو هادشي اللي كاين باش تخرجي ضربات في القضاء. انا ما عمري ضربت في شي قضاء، انت اللي ضربتي في القضاء، سبيتيهم كاملين، ما خليتي حتى واحد في المحكمه ديال الاستئناف، ما خداولكش حقك ديال الاغتصاب ديال العقاوي، وانت عرفوك كذابه، عرفوك مجرد كذابه باغا تنزلي البطل على السيد. انت اللي ما خليتي حتى واحد، انا ما عمري ضربت في شي حد ولا سبيت شي حد، انا بالعكس فضحت غير الفساد. الله يطول ليه عمرو سيدنا، الله يحفظه لينا والله ينصرو، هو عطانا الامر باعطاء المعلومه وفضح الفساد والمفسدين. هذاك الشيء اللي درت انا، هزيت الملف ديالي وطلعت لك للرباط، واستقبلوني احسن استقبال، وحطيت المعطيات ديالي كامله، حتى القاضي سميتو شنو كاين الساعه فعل ترك كل شيء. سميتي داك بوم بوم طلام بان، سميتي اللي كتخرج ضرب فيا هذاك كوجاك، هذه فلتات لكم، لا انت ولا داك ديال المانيا،
فلتت لكم هادي. يعني كاين شي حوايج ما يمكنلكش تعاودهم، كاين شي حوايج كيتعاودو، كاين شي حوايج ولكن ملي قللتو العفه وتصرتو بزاف وطاول لسانكم داك اللي فيه ميترو اللي مبغى كاع يتقطع، لكن دابا درتو فاش نتشغل عاود فيكم، نتوما السبب، نتوما اللي جبدتو. انت براسك ما بغيتي كاع تحشم، عطيتك الانذارات الاول الثاني، ولكن طاولتي بزاف. غتحمل مسؤوليتك، غتحمل مسؤوليتك. انا ما عمري ضربت في شي قاضي ولا سبيت شي قاضي، بالعكس تحيه كبيره للقضاء النزيه ديالنا. ولكن سيدنا قال لك الا شفتوا الفساد فضحوه، ولا المفسدين فضحوهم. داكشي اللي درت انا، هزيت الملف ديالي، طلعت للرباط وحطيته للسي الحموشي، والسي الحموشي الله يطول ليه العمر عاود دار خدمته، ما دار حتى شي حاجه، دار خدمته وعاود جات التعليمات الولايه ديال الامن، الولايه ديال الامن عاود داروا الاجراءات ديالو. هادشي اللي كان خافي عليكم، سمعتيو؟ هادشي اللي كان خافي عليكم، لان ماشي اجي يا فم مطلق ولا، وكاين شي وحدين ما يستاهلوش كاع يسمعوا هاد الهضره. ولا علاقه عندكم مع هاد الملف؟ دابا خرجي خارجه كتحطي تسجيلات ديال تقريبا راه عامين ونص، عامين ونص عاد انتي نايضه، عاد فقتي من النعاس، عاد كضحكيني والله العظيم اللي كضحكيني. انتي راكي مصيبه، انتي راه خصك يجيبوك ويديروا لك ويحاسبوك على بزاف ديال الثغرات الاغلاط درتي في حياتك، بزاف بزاف ماشي غير شويه، لان طولتي على قضاة شرفاء لا علاقة لك. عرفتي لي داك الأستاذ الصغير اللي انتي جبتيه وسبيتيه، جا وسام ملكي، سمعتي؟ جا وسام ملكي. انتي شنو جاك؟ جاتك غير اللعنة على الله، غير السبان فيك واللعنة الله نزلت عليك. شتي دوك القضاة اللي قلتي ما خداولكش حقك؟ تبارك الله ربي كلشي جزاهم، اللي طلع كراض، اللي بزاف الحوايج. عادشي ما كان ماشي في خبارك، انا كنقولو لك دابا، سميتي؟ انا كنقولو لك دابا، استاذ صغير خدم الملف ديال الطفله ايمان من قلبه، وربي عطاه، وربي عطاه، عزات عليه ديك الطفله بقات فيه، ولكن خصك تشوفيها كي ولات، ماشي كي كانت معاك، فاش كانت معاك راه كيشتاكي كانت غير العظام، شوفيه دابا كي ولات ملي نقدناها، يعني هذا فضل تاد الله اللي عاوننا فيكم. فيكم الجماعة ديال المجرمين اللي بنية والصح، سميتي؟ أستاذ صغير جا وسام ملكي، علاش؟ ربي جزاه، خدم الملف ديال الطفلة إيمان من قلبه، وكثر يا فاش جابها منو لي واعترفات ليه بكلشي، ربي عطاه، ربي عطاه على حسب أفعاله، وأنتي ربي كيعطيك غا المسخ. وغيزيدك المسخ على المسخ، لانتي ولا داك القرع كوجاك ديال الرباط، داك بومب اللي ما بغاش كاع يحشم. دابا انا عاودت لك شنو كاين، وسمعتي، وسمعتي من لالا كنزة شنو دارت، الانجازات اللي دارت اللي ما دارت حتى واحد، لان السيده كانت كتخرج كتهدد، ها انتوما ما دخلتكمش واحد بواحد، ها انتوما غتشوفوا، ويلا وقعت لي شي حاجه غندير جار ومجرور، وانا ندير لا جار ومجرور. تغديت بها قبل ما تفطر بينا، لان ديك السيده كانت ما تتحشمش، كانت فرونطيه كلوشاره داكشي ديالها بزاف فين ما مشيت تلقاها، ولكن درت لها الحد، درت لها الحد، داكشي اللي ما بغيتيش انت درتو انا موراك في الخفاء. قالت لي عندك تمشي عنده ولا تقولي له شي حاجه، ما عنده باش يفيدك السي الحموشي. بالعكس بالعكس، هذاك هو الخير والبركه، الله يطول ليه العمر، الله يحفظه لينا، الله يخليه لينا، الله يخليه لينا، راه هو اللي حامينا، حامي المغرب، حنا النعسو وما سهرانين مساكن اداره الامن، حنا ما مسوقينش هما مساكن، ربي اللي عالم عليهم، كاين اللي كيقينا كله في الشمس اللي كنتي كتضربي فيهم، المصيبه هذاك الضخ الضخ ديال المانيا، داك السطل اللي جاي طل، سميتي؟ هادشي اللي كان خافي عليك انا حطيته لك دابا، بزيدي طار لمك النعاس، لا انتي ولا دوك اللي معاك اللي كيهددوك. انا ما كنتهددش، ما
وفكرتيش العجينه الحمد لله اللهم لك الحمد. نتوما صورتو فلوس صحيح على الطفله ايمان، انا العكس، انا خسرت من جيبي، خسرت من جيبي وبلا عاد الشكايه اللي درت اللي انت قريتيها باش درتها، عرفتي شحال خسرت عليها، شحال خسرت عليها المحامي، استقراء السيديات باش نديرو اجر نقدو واحد الطفله كليت العصا، كليت العصا مزيان، ولكن مرضي الوالدين مع مربي كيأديه ولا تخيبو مصيركم، داكشي اللي بغيتيوه لي بواحد بواحد ربي غادي يعطيه لكم بواحد بواحد، سمعتي؟ نعاود نعاود ليك ولا راك سمعتي الهضره دابا وصلات لك، صافي وصلات لك، سيرو لا تقصروش، هذيك التسجيلات اللي عندك غير زيدي جبدي حطي، لان انت تحطي وانا نتابعك، تسجيلات مكالمات شخصيه انت كنتي دايره لنا بحال تديري لنا لونكيت، لان انت ورا اختك اللي في ميريكان، سمعتي؟ اختك اللي في ميريكان حتى هي غتجبد، هي غتجبد، لان قالت لك هي يدها واصله في القصر، حنا غنشوفوا هذه يدها واصله في القصر، ونشوفوا شكون نتوما اصلا، شكون اللي وراءكم، شكون اللي كيمول لكم، شكون اللي طلقكم علينا، وبلا الشيء الاخر اللي مخفي، هذيك الضخ الضخ، تي قلبتي عليا، ماشي غير عليا يعني. انا درت غير الخير، نقد الطفله اللي كنتي انتي عامين وانتيا مبطبطه على داك لالك مدام كاغوط، كان كانت صاحبتك انتيم، كنتي كتوريها شنو دير تليفونات بيناتكم، فتالي ولات قبتي غا كتكذب عليك، كانت شي كتكذب عليك، كنت غير سمن على عسل، حتى ديتي لها المحسنه عاد تقلبتو عاد دبستو. المهم انتظروا المفاجآت من لالة كنزة العلوي الشريفة بنت الشريف المرحوم مولاي المهدي المناضل، تصيدتو فلتات لكم هادي اشتيو. انا كنت كنخدم في الخفاء، كاين شي حوايج انا انتي ما عارفاهمش كاع، حتى الشهود كاين شي وحدين انا ما عطيتك سميات غالطين، سميتي؟ لان انا عارفك تتوصلي الهضره، فانا ما عرفت هادشي حتى فات الفوت، حتى فات الفوت عاد وليت بحالا كنتقرص، اي هضره كنكون تكون بيني وبينك تلقى وصلت، كيفاش وصلت؟ كيفاش عرفو؟ كيفاش؟ وانا طيح لي في دماغي، قلت بحال دابا احمد غنقول لك سميتو حسن، ابراهيم غنقول لك سميتو يوسف، ونخليك انتي تقلبي، خليك انتي تدوخي مع راسك وتقلبي شكون هو هاد يوسف ولا شكون هو هاد حسن ولا شكون هو هاد تامي، شكون هو راه والله هو تنحمقكم هنا كاملين، راه شي حوايج درناهم في الخفاء، في الخفاء ملي كيجا وقتهم، لأن السيدة راه معتقلة محكومة راه متبوعة بالنقد، تبعتها النيابة العامة على الطفلة المرحومة زينب، يعني ما يمكنناش نسكتوا على الحق ديال المرحومه زينب اللي انت ما بغيتيش، وانت كنتي مستره على العمليه اللي دارت لها مسكينه، تخيط لي خيطات وعلى الاغتصابات، انا عارفه ماتت غير باكسيدون في عيد ميلاد ديالها، هادشي اللي عارفاه انا، انا غير مسكينه، ولكن ملي صيفطتي ليا المعلومات والشواهد الطبيه كديرها غير ها، اويلي هادشي كله كان عندك وانت مستره عليه، وكتقولي كتعاوني ديك الدراري، يا شكون اللي فينا ما مزيانش؟ ها دابا داك الضخ الضخ السطل اللي جاي طل، شكون اللي فينا ما مزيانش؟ وديك اختك عارفه كلشي حتى هي، قالت لك استاذه فاضله مستره حتى هي على هاد الجرائم، راه حتى هي خصها تجر، حتى هي خصها تجي، ما عمرك بينتي انا كدوزيها مكالمه معاك في التليفون ديالك، ولا عمرك عطيتينا نمرتها، عاك تعطسوني عليها وتدخليها معانا، دابا تحملي مسؤوليتك انت ومن معاك بالاتجار بالموتى وبلا الشيء الاخر اللي عندك، غادي نجيبوه ان شاء الله حتى هو دوز هاد العطله وانا معاك، هذاك الضخ الضخ السطل اللي جاي طل، سميتي انت داك بوم، هذاك بوم داك كوجاك
راك طولتي بزاف، ماشي غير شويه. المسائل ديالك راها عندي، راني توصلت بها. شي كيتي راه غنحطها في الرباط باش شوفوا هاد التطاول ديالك. ونعتي نعتيني باللفعاويه، اللفعاويه انا ما عمري كنت لفعاويه ولا لفعه ولا ولا، بالعكس انا اطيب خلقي الله، كيعز عليا بنادم، كيبقى فيا بنادم. والله ما كنتش كنعس، والله ما كنت كنعس. كتجيني هكا الطفله زينب المرحومه مسكينه، كتر يا ملي توصلت بالتصويره ديالها من عند مولات هادي، من عند الضخ ديال المانيا، ملي صيفطت لي التصويره ديالها كلها مسكينه مقبصه كلها مخيطه كلها، ديك الشهاده الطبيه وباز ليك اللي كنتي مستره على هادشي وكتما عندك وعارفه هادشي واقع في البنات، وكنتي ضاربه الطم ودايره لي يدف معاها باص. عاد مازال كتخرجي وتحنزي فينا وتهضري وباص، بحال كنتي ما عندك قلب، ما عندك قلب، ما عندك احساس. تي هو غير السيد بغيتي تنزلي عليه باطل بانه هو اللي اغتصبك، وانت قد ما يطير سيد ربي، انت تغتصبي بنادم ماشي هو يغتصبك، سميتي؟ هو كان كيخاف منك لا تغتصبيه تفيوليه، هو راجل مرتو مسيكين كان كيمشي مع الحيط، انت لصقتي فيه كالقرادة، حتى هو حالي كلصقتي فيا كالقرادة، القرادة، سميتي؟ هذيك الكاميرا المحروقة، ملتقانا قريبا إن شاء الله، والله إلا ملتقانا قريبا. راه قلت لك إلا ما جابوك يا بنيتي من تما انا ماشي نزا ولا بنت مولاي المهدي، لان اللي غيتحط شي خطير عليك، خطير السمساره اللي دخلتي ليا بالصفه حقوقيه وانتي منجرده منها من 2021، من 2020 2020 مجرده من الصفه، وانتي دخلتي عندي في 21 2021 شهر 4 وانتي مجرده منها بعام وزاي، ودخلي عندي بالصفه حقوقيه وكتعوجي عليا بداك اللسان غو 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 غو، وثقت بيك. ولكن نيتي غلباتكم، والله العظيم نيتي غلباتكم، وتحيه كبيره للسي الحموشي والتلاميذ ديالو، تحيه كبيره للقضاء النزيه ديالنا اللي بشر داك الملف وخدمو بجداره تاخدينا الحق ديال الطفله، باقا الطفله زينب المرحومه نوبتهم غادي تجي ان شاء الله عاد، وغنشوفوك انت هذيك المصيبه ديال المانيا، ونشوفوا الافعال ديالك الدنيئه بحالك، لان انت دون مستوى، دون مستوى، مستوى ديالك رديء بحالك، ما خليتي حتى حد، ولكن تصيدتي في هادي صيدتك. لا لا كنزها شتي، الله يطولنا في عمر سيدنا والله يحفظه، وعيد مبارك سيدنا انت والاسره العلويه، عيد مولد نبوي الشريف مبارك لجميع الاسره العلويه ولجميع المؤسسات ديال الدوله ديالنا، عيد مولد نبوي سعيد. وتحيه كبيره لخوتي ولخواتاتي، ملتقانا مفاجات، والله ما نعطيكم مفاجاه كل مره، والله يديك ديال المانيا يديك السطل اللي جاي طل هاوجي وجهك. باي باي، وبحال ديما مح على المتتبعين ديالي، ونزا ما عمرها كانت خلع خائنة الوطن، لان انا بنت مواطن، بنت الوالد ديالي كان في المقاومه وجيش التحرير، من بعد دخل البوليس، يعني النضال عندنا في الدم. عاش الملك ولا عليك، عاش الملك ولا عليك، وتفوع الغدارة اللي ما يحشموش الخائنين الوطن، تفوع لكم الخائنة، انت خائنة الوطن، انت سبيتي كل شيء، انت ما تعريتي ليهم كاع، بقيتي عريانة ووريتي مولات خيزو شنو دير حتى هي، انت اللي كتقريهم، انت اللي كتوريهم شنو يديروا، لان انت قارية التحرميات، قريه بزاف كاع ماشي غير شويه. ولكن داك الاوديو الشهير ديالك
اللي سكرانه انت ولي معاك دايزين حدا القصر ديال سيدنا الله يطول ليه العمر، طيحتي الهضره والسيد كيطيح الهضره وانت كا 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 شتي المواطنه اللي فيك، شتي شتي اللي كتقولي كتحاربي الفساد والمفسدين، وانت اكبر فاسده على الكره الارضيه، اكبر مصيبه على الكره الارضيه، راه كلشي عارفك كلشي عارفك، سمعتي؟ قدو خير على عباد الله، عندي اوديويات هادي عامين وزاي وهي عندها داك الاوديويات ارشيف، دايره لنا الارشيف، كل واحد دايره له ارشيف، بقاو تشوف قوت المعزه اللي كنا عزاز عليها، راه ما كتحمل حتى واحد داك السيده، ما كتحملش حتى المغرب، حتى الوطن ديالها ما كتحملوش، لانك كنتي كتبغي المغرب ديالك، كيما كتقولي وطنيه وكتبغي الملك ديالك، وراكي دخلتي اديتي الواجب ديالك اللي عليك، عليك شكايات، عليك بزاف د الحوايج، ادي الواجب ديالك، خدي العقوبة ديالك اللي تستاهليها بحالك بحال صاحبتك، وديك الساعة عاود نشوفو حوايج أخرين، يلا المتتبعين ديالي الغزلان، تحية كبيرة ليكم، وعيد مولد النبوي الشريف بألف خير وأطيب المتمنيات، باي باي عليكم، هاها، طخ طخ، مازال ما شتي والو. ما حاليكم والله الا ما حمقتك.